التطبيقات الفعلية حول كيفية أداء فريضة الحج قد انطلقت بجامع الملك فيصل، حيث حضر لهذه الحصة الأولى جمع كبير من المترشحين والمترشحات لحج هذا العام، بهدف الاستماع لرئيس لجنة المرشدين والمرشدات الشيخ عبد الدائم عبد الله عثمان، بحيث وصف لهؤلاء المترشحين كيفية القيام بأداء الطواف حول الكعبة، ومن ثم كيفية أداء الركعتين حول مقام نبي الله إبراهيم، ذلك بعد الانتهاء من الطواف. تحدث الشيخ أيضا حول كيفية القيام بأداء السعي بين الصفا والمروة، كان ذلك بحضور رئيس اللجنة الدائمة لتنظيم الحج والعمرة لعام 2018، والذي تحدث أمام هؤلاء المترشحين بهذه المناسبة. فتر للإشارة أن هذه العمليات التطبيقية التي تهدف إلى توعية الحجاج التشاديين قبل الذهاب إلى الأراضي المقدسة ستقام يوميا بجامع الملك فيصل، علما بأن أول رحلة إلى الأراضي المقدسة ستنطلق في الرابع من أغسطس 2018.